راح أحكي لكم ملخص ديون العراق من زمن البكر إلى الآن. عراق البكر عام 1979 35 مليار دولار ودائع واحتياطي عراق. عراق صدام عام 1990 90 مليار دولار دين خارجي. عراق صدام إلى 2003 160 مليار دولار دين خارجي. أما عراق بريمر في عام 2004 125 مليار دولار دين خارجي. عراق ما بعد 2004 148 مليار دولار دين خارجي. دين 2003 إلى 2020 لسداد الديون دفع العراق 97 مليار والسدان 80 مليار. خلونا نبدي من ديون العراق من زمن أحمد حسن البكر، واللي كان الناتج المحلي السنوي في وقتها 38 مليار دولار لعدد سكان 13 مليون نسمة. الديون كانت كالتالي: 2 مليار و2 مليون دولار لنادي باريس، مليار و300 مليون دولار لعقود حبوب، 35 مليار دولار ودائع واحتياطي ديون العراق في زمن صدام حسين عام 1990. الناتج المحلي السنوي كان 66 مليار لعدد سكان 17 مليون نسمة. الديون كالتالي: 32 مليار دولار و3 مليون لنادي باريس، 40 مليار دولار للسعودية والكويت والإمارات، وكان عندنا 6 مليار و92 ألف دولار ودائع واحتياطي نقدي. الدين الخارجي الكامل 90 مليار و200 ألف دولار قبل دخول الكويت. ملاحظة: لم يكن اقتصاد العراق وقتها اقتصاد حرب. تكاليف الحرب في حينها على العراق 100 مليار دولار، خسائر البنى التحتية 200 مليار دولار، والآن وصلنا إلى ديون عراق صدام حسين حتى عام 2003 الناتج المحلي السنوي في وقتها 21 مليار دولار افتراضي لعدد سكان 25 مليون نسمة. الديون 39 مليار دولار لنادي باريس، 53 مليار دولار للسعودية والكويت والإمارات، 17 مليار دولار ديون أخرى، 20 مليار دولار ديون للحبوب ولمواد استهلاكية وللأدوية، 6 مليار و92 مليون دولار ودائع واحتياطي، 32 مليار دولار ما تبقى من تعويضات حرب الكويت واللي بمجملها كانت 52 مليار و5 مليون دولار سيسدد العراق آخر دفعاتها حتى نهاية عام 2020. الدين الخارجي الكامل 160 مليار دولار لما قبل عام 2003. والآن ننتقل إلى ديون العراق في زمن بول بريمر. في عام 2004 الناتج المحلي السنوي كان 36 مليار و6 مليون دولار لعدد سكان 26 مليون نسمة. الديون 7 مليار و800 مليون دولار لنادي باريس، 17 مليار دولار ديون أخرى، 20 مليار ديون للحبوب ولمواد استهلاكية وللأدوية، 92 مليار دولار ودائع واحتياطي، 27 مليار و200 مليون تبقى من تعويضات حرب الكويت. الدين الخارجي بالكامل 125 مليار دولار بعد عام 2004، ولكن بضغط أمريكي أطفأ نادي باريس 31 مليار دولار من ديون العراق. أما ديون العراق من بعد 2004 فما فوق، الناتج المحلي السنوي 189 مليار دولار لعدد سكان 40 مليون نسمة. الديون 55 مليار لنادي باريس، 48 مليار ديون أخرى، 5 مليار دولار ما تبقى من تعويضات حرب الكويت، 65 مليار دولار ودائع واحتياطي رسمي بالبنك المركزي العراقي. ملاحظة: دفع العراق من 2003 إلى 2020 حوالي 97 مليار دولار لسداد ديون وتعويضات، واستدان خلال آخر 10 سنوات حوالي 80 مليار دولار لسد نقص الواردات ودفع مرتبات الموظفين من خلال هذه الاستدانة. من الأخير أحكي لكم، هسه بهذا الوضع لازم نسوي سلفة وكل مواطن يدفع 4000 دولار والحكومة تستلمها أول واحد.